دراسة التأثير على التراث كأداة لحماية التراث العالمي وسبل خلق فضائل تبادل الآراء ومشاركة التجارب حول وسائل الحماية والمحافظة على التراث الثقافي في صلب لقاء علمي نظم بمبادرة من مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط وبشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة. يوم دراسي حول دراسة الآثار في الميدان الثقافي ديال التراث الوطني، وكتعرفوا الأهمية ديال مدينة الرباط في الميدان الثقافي والتراث المغربي وديال الحضارة المغربية. اليوم غادي يجي واحد العدد ديال الخبراء دوليين اللي غادي يمكنونا باش نهضروا على الأهمية والدور اللي كتلعبوا المفهوم ديال الاستشراف في الميدان ديال التراث والحفاظ على التراث المغربي وديال الحضارة المغربية. هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن مجموعة من اللقاءات والتبادل العلمي، ويتمحور حول موضوع أساسي يهم عملية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته بأنحاء العالم. مؤخراً نظمت تظاهرتان كبيرتان خصصتا لعملية تحديث مخطط تدبير مدينة الرباط في بعدها المزدوج. اللقاء المنظم أيضاً بشراكة مع منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع يتوخى أيضاً خلق فضاء لتبادل الآراء من خلال اتباع الإرشادات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 1972 حول حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. دراسات تقييم التأثير على التراث هي مهمة جدا في صدد هذه الاتفاقية، ونحن نحيي جهود المملكة المغربية التي تابعت توصيات اجتماع مركز التراث العالمي والتي أوصت بهذه الدراسات. نعرف بأن الرباط لها هذه القيمة الاستثنائية العالمية، ولا بد أن نواكبها بالنسبة لوضع خطط ووضع برامج ووضع يعني استراتيجيات للحفاظ وللاستمرار هذا التراث. ومنذ إدراج الرباط كموقع للتراث العالمي سنة 2012 تم تكريس مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تحت رئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء كهيئة ذات طابع أفقي لتنسيق العمليات والأنشطة الرامية إلى حماية وتثمين تراث العاصمة.